السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. متى يبدأ سؤال الميت في قبره؟ والحقيقة أن الجواب يأتينا من عند الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. سؤال الميت في قبره يا جماعة بيبدأ بمجرد ما ندفن الميت ونسوي عليه التراب ونغلق القبر. في هذه اللحظة ترد روحه إلى جسدي، ثم يجلس ويقعده ملكان وهما منكر ونكير، ويسألاني ثلاث أسئلة لو سألتهم لطفل في أول ابتدائي هيجاوب عليهم، لكن عند القبر وعند هول هذا المشهد ورؤية الملكين في القبر الموحش دوت، واخد بال حضرتك، لا يستطيع أحد أن يجيب على تلك الأسئلة إلا بتثبيت من الخالق سبحانه وتعالى. ماذا قال الله عز وجل؟ قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا بأن يميته على لا إله إلا الله، وأن ينطقه لا إله إلا الله، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وفي الآخرة أي في القبر، لأن القبر أول منازل الآخرة كما أخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي رواه الترمذي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه العبد فما بعده أيسر، وإن لم ينج منه العبد فما بعده أشد. يبقى إذن بترد الروح إلى الجسد بمجرد إغلاق القبر وتسوية التراب، ويسأله الملكان تلك الأسئلة الثلاثة: من ربك؟ ربي الله. ما دينك؟ دين الإسلام. من الرجل الذي بعث فيكم؟ هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان عثمان بن عفان يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت يقول: استغفروا لأخيكم. والحديث رواه الحاكم بسند صحيح، يقول: استغفروا لأخيكم وسألوا الله له التثبيت. تثبيت على إيه يا جماعة؟ على أسئلة، على الأسئلة اللي هتسألها في القبر، الثلاث أسئلة اللي الملكين هيسألوه بها في القبر. يقول: استغفروا لأخيكم وسألوا الله له التثبيت، فإنه الآن يسأل. اللهم ثبتني وإياكم عند السؤال، واجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النيران، يا عزيز يا غفار، واجعل مثوانا جميعا في الفردوس الأعلى، نلتقي هناك إخوانا على سرر متقابلين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.